بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 119 بعنوان غربة السنة وشهرة البدعة ومسائل فقهية أخرى، تم تسجيل هذا المجلس في 17 شعبان 1412 هجري، الموافق 21 الثاني 1992 ميلادي. أنا أريد أن ألقي كلمة مذكرة بما ابتلي الناس منذ أزمنة قديمة، فأقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما ينبغي التنبيه عليه أن الذكرى التي أمر الله بها في مثل قوله عز وجل وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إنما هو ما كان متعلقاً بمخالفات شرعية اعتادها الناس منذ أزمنة بعيدة حتى صارت جزءا من حياتهم لا تكاد تفارقهم، فانقلبت السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة، وانقلب الأمر المنهي عنه إلى أمر جائز لا يكاد يتنبه له جماهير الناس ولا يكاد ينبه عليه إلا قليل من خاصة الناس. مثل هذه الأمور هي التي ينبغي على أهل العلم وطلابه أن يعنوا بتذكير عامة الناس به، وليس التذكير وإن كان هذا ينفع بأنه الزنا حرام والسرقة حرام والغيبة حرام والنميمة حرام، لأن هذه الأمور أصبحت معلومة عند جميع الناس، وإنما ينبغي التذكير بما قد يخفى أمره وحكمه على أكثر الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخير. صحتك سيدي الشيخ. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ الحمد لله. بدي اقول للدار انورت، نور الله قلوبنا. شو ما في شلون انا ثاني شوف اللي عندك. مجيئك كمان نور عم الحياة. يا سيدي جزاكم الله خير، اهلا وسهلا، حلت علي البركة. بارك الله فيك. بركة من الله، لا اله الا الله. من هذه الأمور التي انتشرت بين الناس بخاصة في العصر الحاضر الصور التي لا يكاد ينجو بيت منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصور صناعة وقنية وتداولا. فمن المعلوم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. كذلك قال: كل مصور في النار. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من سفرة كانت له، تهيأت السيدة عائشة لاستقباله فوضعت مزينة دارها قراما ستارا فيه صورة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل وقف، فسارعت السيدة عائشة رضي الله عنها إليه، قالت: يا رسول الله، إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال لها: ما هذا الخرام؟ قالت: اشتريت لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، وهنا الشاهد: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والذي أريد التذكير بخاصة في هذا الموضوع هو أن تعلموا أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول والثاني إنما دلالته في تحريم الصور بعامة، أما حديثنا هذا الثالث وهو حديث عائشة فدلالته خاصة ومهمة جدا بالنسبة لبعض الناس الذين يخصون الصور المحرمة بالصور المجسمة. فهذا خطأ، لأن حديث عائشة إنما أنكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة التي كانت على الستارة، وهذه ليست مجسمة. وقال في هؤلاء الذين صوروا الصورة على الستارة: هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالذي ينبغي أن نتنبه له هو أن كل صورة هي محرمة، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، مصورة على الثياب أو على الأوراق أو على البسط والسجاجيد ونحو ذلك. فمما نشاهده اليوم في المساجد وبخاصة يوم الجمعة، نقف مصطفين في الصلاة وإذا أمامنا بعض الشباب يلبس قميصا على ظهره صورة، قد تكون صورة حيوان سبع أو نمر أو ما شابه ذلك. وأفضع ما تكون الصورة حينما تمثل فتاة
امرأة ناشرة شعرها، فهذا الشاب دخل المسجد يريد أن يصلي، أن يتقرب إلى الله عز وجل، وإذا به دخل المسجد يعصي الله تبارك وتعالى، لأنه قبل كل شيء دخل المسجد وهو حامل لصورة، وثاني شيء أنه يلهي الذين خلفه يصلون مستقبلي القبلة، لكنهم في الواقع يصلون مستقبلي الصورة، لأن هذه الصورة في ظهر ذلك الشاب والذي خلفه يستقبلها. وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما، وبعد أن صلى قال للسيدة عائشة: أميطي عنا هذه الصور، علما أنه ليس في الحديث أن الصور كانت صور حيوان، قد تكون يعني زخارف ونقوش، ومع ذلك فهي تلهي المصلي عن الصلاة، فما بالكم إذا كانت هذه الصور صور في أصلها محرمة، لأن هذه النقوش كمثل ما في هذه الكنبايات مثلا ما هي صور محرمة، لكنها بالنسبة للمصلي تلهيه عن صلاته. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم في خميصة له، والخميصة ثوب له أعنام أزرق أبيض أحمر أخضر إلى آخره، هذه بيسموها في بلاد الشام بالصاية. فلما صلى قال عليه الصلاة والسلام: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جام، فإنها كادت أن تلهيني آنفا عن صلاتي، فقط بهذه الأعلام المختلفة الألوان، فما بالكم إذا كانت الألوان التي نراها اليوم هي تمثل صورة حيوان، أو صورة حيوان في صورة إنسان كتلك الفتاة مثلا النافشة شعرها. كيف دخلت الصور في بيوت الله تبارك وتعالى وهي محرمة؟ لقد زين الشيطان لكثير من الناس في آخر الزمان أن الصور المحرمة إنما هي كما ذكرنا أولا عن بعضهم الصور المجسمة، زين لهم الشيطان حصر الصور المحرمة في الصور المجسمة، والواقع أن كل الصور محرمة سواء كانت مجسمة أو كانت غير مجسمة، كما هو في حديث قرام السيدة عائشة. فهذا تعطيل لنص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي خص بالذكر بعد أن عمم الصور التي لا ظل لها ولو كانت مصورة على القرام وعلى الستارة. من هذا الباب دخل الشيطان على الناس في هذا الزمان. وهناك باب ثان، حيث أنهم فرقوا بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، فأباحوا الصور الفوتوغرافية وخصوا التحريم بالصور اليدوية، وهذا يخالف الحديثين الأولين، ألا وهو قوله عليه السلام: كل مصور في النار. وهذا بحث طويل، وكما قلت في مطلع هذه الكلمة إنما أردت التذكير بما ابتلي به الناس من انتشار الصور في البيوت بشبهة من شبهتين: إما أنها صور غير مجسمة أو أنها صور فوتوغرافية. فالناس اليوم تكاد الطفل الصغير يحمل الكاميرا بجانبه ويصور ما شاء له وهو،
وما أكثر الصور التي تسمى بصور ذكريات، خرجوا نزهة مثلا أو سفرة أو ما شابه ذلك، فتجدهم يقفون في جانب الطريق يصورون عائلتهم أو أصدقائهم أو ما شابه ذلك. ولقد رأينا هذه الظاهرة بمناسبة الثلج الذي عم هذه البلاد أكثر من مرة، فكنت تجد بعض الناس حتى من النساء يقفن بجانب الثلج والرجل أو الشاب يصورهم. هذا كله محرم في الإسلام، ولذلك نقول كما قال رب الأنام: فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الشيء الثاني الذي أريد أن أذكر به أنه ينبغي على عامة المسلمين أن يبتعدوا عن التكلف وعن التصنع في استقبال الناس بخلاف السنة، في استقبال الناس بخلاف السنة. أعني بذلك أن يقوم الجالسون للداخل أو للداخلين قياما. هذا القيام لم يشرع مطلقا في عهد نزول قوله تبارك وتعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ولقد كان أولى الناس بالقيام له وتعظيما له إنما هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك فقد كان إذا دخل مجلسا كمثل هذا المجلس من أصحابه عليه الصلاة والسلام لا يقوم له أحد. هل كان عدم قيامهم عدم احترام لنبيهم؟ حاشا لله، احترام الرسول فرض لازم، وإذا تعمد المسلم أن لا يحترمه عليه السلام ولا يعظمه كفر، كفر بالله وبرسوله. ولكن الاحترام ينبغي أن يكون موافقا للشرع وليس مخالفا له. فقد جاء في الحديث الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان سافر سفرة إلى الشام، فلما رجع ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يسجد له، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما لا تفعل هذا أو ما هذا؟ قال معاذ: يا رسول الله، أتيت الشام فوجدت النصارى يقومون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالقيام منهم بالسجود منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يصلح السجود إلا لله. فإذا أراد معاذ أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود فنهى عن ذلك، لأن السجود لا يليق إلا لله عز وجل. كذلك قريب منه هذا القيام الذي اعتاده الناس في هذا الزمان. القيام كما تعلمون ركن من أركان الصلاة كالسجود تماما، فلا تصح صلاة المستطيل القيام وهو جالس، وإنما عليه أن يقف. فهذا القيام ينبغي أيضا أن نخصه لله عز وجل في صلاتنا. من أجل ذلك يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما كان شخص أحب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحق الناس بالإكرام والاحترام كان إذا دخل مجلسا فيه أصحابه لم يقم أحد منهم له، ذلك ليس كسلا منهم أو عدم احترام منهم له عليه السلام، وإنما تجاوبا منهم مع رغبته عليه السلام في عدم القيام لأنه كان يكرهه عليه الصلاة والسلام. ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا على المسلمين وبخاصة من كان منهم من طلاب العلم، وخاصة إذا كان العلم هذا من الكتاب والسنة، عليهم دائما وأبدا أن يتعاونوا على أن يتعارفوا، ترك هذا التكلف وترك هذا الرياء الاجتماعي هذا الخيام. وأقول الرياء الاجتماعي وهذا مجسد، لأنه إذا دخل رجل من عامة الناس وهو مسلم صالح ما أحد يأبه له ولا أحد يقوم له، ولو أن رجلا فاسقا فاجرا له مركز اجتماعي في الدولة مثلا لقام له الناس كلهم، هذا نفاق. والذين يقولون بجواز القيام أو باستحبابه يخصون القول بالقيام بأهل العلم، بالقيام لأهل العلم وأهل الصلاح والفضل، أما القيام للفساق والفجار فهذا لا يجوز إطلاقا. ولكن لما اعتاد الناس القيام ما عاد يفرق بين الصالح والطالح بين العالم والجاهل، فأصبح هذا القيام نفاقا اجتماعيا. كيف يمكن استئصاله؟ أن نعتاد نحن الذين ندعي أننا نتمسك بكتاب والسنة أن نعتاد نحن قبل كل شيء ترك هذه العادة الذميمة حتى تسري بين الناس، كما هو الشأن في بعض البدو إذا جلسوا في مكان ما في خيمتهم ودخل عليهم إنسان ما يقومون هذا القيام الموجود اليوم في هذا الزمان. لهذا نقول أن السنة ترك هذا القيام، والعبرة كما قال بعض العلماء صفاء القلوب، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما، هكذا يقول بعض أهل العلم الفضل. هذا ما أردت التذكير به، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، بمناسبة الكلام على التصوير، يعني نذكر كلامكم كثيرا فيما كتبتموه فيما قلتموه حول الحديث إلا رقما في ثوب، ولكن يعني لتمام الفائدة وخاصة أن البعض يعني أحب أن يسمع الجواب ولو مختصرا على هذا الحديث، فإذا تفضلتم بارك الله فيكم. أو مطولة. هناك حديث يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، وصح في هذا الحديث أن رجلا دخل على أحد الصحابة فرأى في بيته صورة على بساط أو سجاد، فاحتج عليه بهذا الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فأجابه المعترض عليه بأن الرسول عليه السلام أتم هذا الحديث بقوله إلا رقما في ثوب، فهذا الاستثناء يحتج به بعض الناس أنه لا مانع من وجود الصورة على الثوب إذا كانت الصورة ممتهنة، يعني غير معلقة غير معظمة، إنما تكون في بساط يهان
ويداس بالأقدام. جزاك الله خير. والواقع أن هذا الحديث لا يعني إلا صورة في ثوب، هو قال إلا رقما في ثوب، والرقم هو بمعنى النقش والزخرف. فينبغي أن نفسر هذه اللفظة إلا رقما في ثوب على ضوء الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنكر على السيدة عائشة وسادة كان عليها صورة وسادة يعني مخدة، أخذت السيدة عائشة رضي الله عنها هذه الوسادة وقطعتها قطعا، فقطع الصورة يغير من هيئتها ومن شكلها فتصبح بعد القطع رقما في ثوب. فهذا هو الذي يجوز استعماله، أما الإبقاء على الصورة فلا يجوز حتى ولو كانت مهالة ومداس عليها، ينبغي تغييرها بقدر الإمكان. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء عنه في صحيح البخاري أنه كان إذا رأى صليبا في ثوب قضبه، يعني حكه حته بشيء حتى يقضي على صورة الصليب، وما ذلك إلا لأن الصليب يذكر بالشرك بالله عز وجل، لأن النصارى كما تعلمون يعبدون مع الله عز وجل عيسى ومريم ويمثلون هذا الشرك في صليبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي على كل أثر يذكر بالشرك بالله عز وجل. كذلك الصور، الصور كانت هي السبب في وقوع قوم نوح في الإشراك بالله عز وجل، قوم نوح الذين دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده فلم يستجيبوا له وتناصحوا بينهم بما جاء ذكره في سورة نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويعوق ونسرا. يقول علماء التفسير بأن هذه الأسماء هي أسماء أشخاص صالحين كانوا في قوم نوح، ولما ماتوا زين لهم الشيطان أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم أمام الدور حتى يتذكروا أعمالهم الصالحة، ثم مع الزمن صاروا يترددون على هذه القبور ويتوسلون بها إلى الله ويستغيثون بها من دون الله، ثم نقلهم الشيطان فأمرهم بأن يتخذوا لهؤلاء الخمسة أصناما ووضعوها في مكان، ثم بعد زمن زين لهم أن يضعوها في أماكن مرتفعة، فصار الجيل الذي جاء من بعدهم يذهب ويتردد عليهم ويخضعون ويسجدون، فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فهذا كان من حكمة تحريم الصور في الإسلام سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. ولذلك فينبغي على البيوت المسلمة أن لا يوجد فيها أثر لصورة ظاهرة مطلقا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. فقوله في الحديث الصحيح إلا رقما في ثوب لا تعني مطلقا صورة كاملة، وإنما آثار صورة كاملة كما فعلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالوسادة. بسم الله. جزاك الله خير يا شيخ.
بصلي مرات في بيوت فيها صور، فهل تكون صلاتنا جائزة في هذه الحالة؟ نعم، الصلاة جائزة لكنها مكروهة. وإذا حضرتم بيتا لاحظتم في هذه الصور، ينبغي أن تطلبوا من صاحب الدار إذا كان عنده غرفة ليس فيها صور تصلوا فيها، وإلا فالحكم لله. ولذلك لا يصح الأمر بصلاة بيت اثنين ثلاثة، يجب أن يكون الحق منتشرا بين المسلمين جميعا. في الحديث الصحيح الجميل حيث قال عليه السلام: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها، أي الواقع فيها، المقصود بالحدود هنا المعاصي. مثل القائم على حدود الله والمدهن أي الواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فكانت طائفة في أعلاها وطائفة في أدناها، فكان هؤلاء إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا إلى أعلاها وأخذوا من الماء ما هم بحاجة إليه. فقالوا ذات يوم: لو أننا فتحنا في قعر السفينة فتحة واستقينا الماء مباشرة دون أن نصعد إلى هؤلاء الناس ونجعيهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا، وإنهم تركوهم وشأنهم هلكوا وأهلكوا. هذا مثال التعاون بين المسلمين كما قال رب العالمين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا بيت مثلا لا يوجد فيه صور، لكن كما ضربت مثلا آنفا تروح تزور صديق لك وإذا البيت صور، بدك تصلي الصلاة صحيحة مش باطلة، صلاة صحيحة ولكنها مكروهة. ولذلك فينبغي أن تكون بيوت المسلمين كلها تمثل اتباع الشرع، ليس فيها صور. لكن لريث ما ينتشر العلم الصحيح أولا، ويتحقق التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح، هذا يأخذ وقت. فإذا ابتلي الإنسان في غرفة فيها صور ليطلب من صاحب الغرفة مكان آخر ليس فيه صور، فإن لم يكن فالصلاة صحيحة ولكن مكروهة. بسم الله، تفضل. إيش عندك؟ أعرف الآن أكثر البيوت شيخنا ما تخلو من مجلات وجرائد هذه، ولا تخلو من الصور كذلك. ما هذا الذي حملنا على أن نطرح يعني الجرائد المسألتين؟ الجرائد والمجلات إذا كان فيها علم تقرأ ثم تستر، لا تكون ظاهرة الصور. ده حطها في كرتون ودخلها. ما في مانع. بارك الله فيك. بس سؤال آخر بس الله يجزاك. في المدة الأخيرة هذه أثناء المطر والثلج هذا في بعض القبور انهالت، صدمت يعني على فاجوا الأخوان نبشوا هذه القبور وعادوا بناءها مرة ثانية وكشفوا على الميت، هذا يجوز هذا الكشف؟ إنه يتعمدوا الكشف ولا بسبب الثلج؟ الثلج انردم اللحد على الميت. إذا مو أنا كشفوا يعني في فرق يعني لو دملوه مثل ما هو عليه، مثلا لو دملوه حطوا فوق تراب وخلاص، ما هو الآن انتهى له 10 سنين ميت مثلا أو 12 سنة. هذا قصدي، إن كان إني تقصدوا الكشف عن الميت ما يجوز. نعم. أما إن كان الميت انكشف فهني بقى بدون يرفعوا هالتراب والكذا العجارة ثم يعيدوا القبر كما كان، ما في مانع. المهم أن لا يقصدوا الكشف. لا يقصدوا الكشف. أي نعم. هذا مشي. بس. جزاك الله خير. فضل. الشيخ في صور في البيوت بتمثل المناظر الدينية، في صور بتمثل عظمة الخالق، في مناظر طبيعية بنقول سبحان الخالق اللي خلق هاي
بتتركها في البيت بس على اساس انها عظمة الخالق انه غير غير المناظر اللي ربنا خلقها، هي في جبال، هي في وديان، هي ما في مانع. غير صور ذوات الارواح جائز. وقد جاء رجل الى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مهنتي وصنعتي من هذه الصور. فذكر له الحديث الذي سبق أن ذكرناه، أن الذي يصور هذه الصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح وما هو بنافخ. ثم قال ابن عباس وهنا الشاهد: إن كان ولا بد فصور ما لا روح فيه. ما لا روح فيه. شيخنا في حديث الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، هذا يدخل في طمس الوجه، يعني إذا توفر هناك صورة أو تمثال لو افترضنا في البيت، هل يجوز طمس الوجه وهذا يكفي؟ مش الوجه، الرأس، لأنه قولك الوجه يعني بقاء الرأس وطمس الوجه. هو الحديث يقول الصورة الرأس، أي إذا قطع الرأس وبقي بقية الجسم صار كهيئة الشجرة كما جاء في الحديث الصحيح. فلا بد من استغناء عن رأس الصورة كلا. شيخنا في تحقيقك لكتاب المشكاة، سمعت أنه ستعيد تحقيقه، لا أعلم بهذا. سمعت ماذا؟ أنك ستعيد تحقيق هذا الكتاب. هو كذلك، لكن توجهي إلى تحقيقه ليس متوجها إليه بالكلية، لأنه مشاريع عندي كثيرة وكثيرة جدا، إنما كلما تيسر لي أضفت تحقيقا جديدا ولما ينتهي بعد. يعني لا تنصحنا بشراء كتاب المشكاة؟ لا، كيف لا أنصحك، إذا حصلت فائدة وحدة خير من أن تنتظر ما شاء الله من شهور وربما سنين مشان تحصل فائدة تانية. بارك الله فيك. ما إله خير. شيخ مرات برضو الآية يكتب الآيات بشكل دلة، يسموه دلة زي دلة القهوة، يكتب الآيات أو صورة شخص بدون صورة طير. أي نعم، هذه كذا. هذه من مصائب الزمان أيضا. هو الحقيقة كتابة الآيات كتابة عادية، ووضعها في لافتات أو في إطار وتعليق على الجدر، هذا أيضا ليس من السنة في شيء. الحقيقة أنه هناك أشياء كثيرا ما تخفى على الناس من كيد الشيطان لبني الإنسان، إنه يوسوس إلى الإنسان أن كتابة آية وتعليق على الجدار هذا من تعظيم القرآن الكريم، وليس الأمر كذلك. تعظيم القرآن الكريم إنما هو بحفظه لمن كان أوتي حافظة، وعلى الأقل بتطبيقه، وليس بتزيين الجدر بالآيات والسور. فالشيطان يوحي إلى بني الإنسان أنك إذا وضعت الآية في صدر المكان فهذا يدل على إيمانك بالله وتعظيمك لآيات الله، لكن هو من جهة أخرى يوسوس إليه أنه ما في ضرورة أن تعمل بمثل هذه الآية، بينما القرآن إنما نزل للعمل به كما قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. انظروا مثلا بيوتات كثيرة وكثيرة جدا يوجد فيها تعليق آية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتجد صاحبه يتعاطى بالربا، ربما يبيع ما حرم الله ونحو ذلك. إيش الفائدة إذا من تعليقك لهذه الآية وهي تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقلبك فارغ من هذه الآية ولا تحس بها وبالتالي لا تعمل بها. فبالأولى إذا كانت الآية
كتبت بصورة تمثل مثلا كما قلت آنفا إبريقا أو تمثل صورة محرمة هي في الأصل، هون بتزداد المخالفة شرعا. ونهاية القول أنه لا يجوز التلاعب بالآيات ولا يجوز كتابتها بطريقة مزخرفة حتى يصعب على أكثر الناس، إذا كانت الآية غير معروفة غير محفوظة عنده يصعب أن يفك الأحرف تبعها من كثرة الزينة والتشكيلات والزخارف التي أدخلت في الآية. نعم يلا بسم الله تفضلوا. إلا بطلب العلم، واليوم أكثر الناس مشغولين بطلب الدنيا، ونادر جدا 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 من يطلب منهم العلم. ثم مع هذا الواجب الذي يجب أن ينشغلوا به ألا وهو طلب العلم، يجب العمل بهذا العلم. فالآن لا يمكن أن نجد مسلما يخفى عليه أن الربا من الكبائر وليس من المحرمات وبس، مع ذلك بتلاقي الربا ماشي وفاشي. أكبر دليل على ذلك انتشار البنوك، خاصة بنك الإسكان اللي احتل البلاد كلها. إذا هذا شو معنى؟ عم أقول لك احتل البلاد كلها، ما تدخل قرية إلا بتلاقي إعلان. فإذا لابد من الرجوع إلى الدين، بدون الوسيلة هاي ما بتتحقق الغاية المنشودة، وهي أن يعود المسلمون أقوياء أعزاء. جنب الحرم المشكل البنوك، جنب الحرم تمام. بنك الأمريكي، بنك الرياض، نقول طلب العلم هو الوسيلة للمسلمين الآن، لكن من وين نطلب العلم؟ هل من المدارس أو من الشيوخ؟ العلماء غير موجودين نعتبر إحنا، كونهم غير موجودين لأنه مش موجودين في المجتمع. وأنا بعرف الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورث في الأنبياء، والعلماء ملح الأمة، فإذا فقدت الأمة علماءها فقدت كل قوتها. فمن وين طريق طلب العلم إذا طلب العلماء متخصصين؟ بنصير نسمي تكتل، وبصير هذا الحكي ممنوع. يعني وكأني أرى إن إحنا بندور في حلقة مفرغة، بيش الواحد 20-30 سنة من عمره هو بيسمع في الحياة الإسلامية، هو بيسمع في طلب العلم بالإسلام، وبيسمع بنصرة الله سبحانه وتعالى، وبيسمع إنه المسلمين لابد من الرجوع إلى الإسلام، لكن كيف الطريقة؟ الطرق بارك الله فيك مذللة، الطرق اليوم مذللة أكثر من قديم الزمان. هضرب لك مثال الآن، المطابع التي تطبع الكتب الآن كانت في قديم الزمان؟ نعم خط يد كانوا يكتبونها. أنا مسألك عن المطابع، خط اليد بدك كتاب لتخلص منه بدك سنين. الآن بأيام معدودات بيطبعوا لك الألوف المؤلفة من النسخ. فالآن سوق العلم مباح ومشاع، لكن سوق العلم أشكال وألوان. العلم الشرعي كاسد، العلم الدنيوي هو المنطلق. فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين صاحبوه كل منهم حسب ما تيسر له، في ناس منهم صاحبوا أيام معدودات، ناس منهم شهور، ناس منهم سنين، وهكذا. ومن هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين هو جابر بن عبد الله الأنصاري
فبلغه أن أحد الصحابة في مصر كان واليا، بلغه أنه في عنده حديث كان سمعنه من الرسول عليه السلام، فركب الجمل تبعه وراح لمصر فقط مشان يسمع منه هذا الحديث. اليوم أنت بمشوار تنزل السوق تشتري كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، فيه الألوف من المؤلفة من الأحاديث، لكن وين اللي بده يقرأ؟ وين اللي بده يفرغ نفسه للمطالعة؟ فإذا ما تيسر الإنسان عالم فاضل يدرس عليه علم الفقه، فالكتب الحمد لله مبذولة ميسورة. ثم إذا أشكل عليه بإمكانه أن يتصل بعالم إما شخصيا وإما هاتفيا. بسم الله. تفضل. يعني أنا الآن أضرب لك مثلا بشخصي أنا، غير الكتب عندي كل ليلة بعد صلاة العشاء ساعتين من الزمان الهاتف ما بينقطع من الأسئلة والأجوبة، وإخواننا اللي حوالينا هناك ويحضرون هذه المجالس فقط ليتعلموا العلم بطريق السؤال والجواب. هذا أسلوب الآن ميسور ما كان في قديم الزمان إطلاقا، ولذلك ربنا عز وجل بقيم الحج على عباده حتى ما يعتلوا ويعتذروا والله ما في عنا عالم علمنا. لا، العالم موجود. من أمريكا يتصلون، من كندا يتصلون، من فرنسا، من ألمانيا إلى آخره. من هم؟ هن اللي حريصين على العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين في حديث، أعتبر أن هذا الحديث تفسير لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال إما بطريقة المشافهة مباشرة أو بطريقة الهاتف. الطريقة الأولى كانت من أول فقط، الآن في طريقة أسهل بكثير وهو الاتصال هاتفيا، وهذا الذي يقع الآن ساعتين بعد العشاء كل ليلة. فبإمكانك أنت بهذه الطريقة إذا عرض لك سؤال فتقدر توجهه، تقدر توجه سؤال للمشايخ السعوديين اللي بيذيعوا أحيانا أسئلة وأجوبة وفتاوى وإلى آخره. فالحمد لله طريق العلم ميسور، لكن كما يقولون عندنا في الشام بدها زكتاف، يعني بدها همة أنه الإنسان يهتم ويسأل ويتعلم. فقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جاء حديث فيه تفسير لهذه الآية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية للجهاد في سبيل الله، فوقعت المعركة بين المسلمين والمشركين، فانجرح أحد المسلمين ساد الليل ووقفت المعركة وناموا. استيقظ أحد الصحابة المجروح وإذا به هو جنب يجب عليه الاغتسال. وعليكم السلام ورحمة الله. الرجل احتار في أمره، واجب عليه يغتسل، يعرف هذا لابد منه، لكن جسده جريح من ضرب السيف والسهام والرماح وما شابه ذلك. فسأل من حواليه، أنا أسطي كذا وكذا احتلمت يجب علي الاغتسال لكن بدني جريح، كلاوا لي رخصة ما اغتسل. قالوا له لا، لابد من أن تغتسل. فاغتسل، لما الماء أصاب هذه الجراحات قيحت ارتفعت الحرارة تبعه ومات. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا
وقال قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي سؤال. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى هذا بإمكان تعلم العلم. ثم المشكلة ليست محصورة بعامة الناس، محصورة بنفس العلماء كما أنت أشرت نفسك. المشكلة في الأمة كلها، لا فرق بين كبير وصغير، بين عالم وجاهل، كل مكلف. ولذلك لا تجد كثير من العلماء أو الشيوخ أو الدكاترة أو إلى آخره، هن في أنفسهم مخالفين الشرع هل يتعلموه. بتلاقي كثير من الدكاترة زيهم إفرنجي، ما بيلبسوا الزي الإسلامي. تجد منهم كثير نسائهم متبرجات، ما هن متجلببات الجلباب الشرعي، وهكذا. إذن هم علموا ولكنهم لم يعملوا. هؤلاء يكون علمهم حجة عليهم بينما كان ينبغي أن يكون حجة لهم. ولذلك قال عليه السلام في حديث طويل: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. العالم ما طلب العلم لوجه الله، وإنما ليقول الناس ما شاء الله فلان عالم، ما مثله في العلم. وهكذا المجاهد جاهد ليقول الناس فلان عنه شجاع وبطل. والغني أيضا تصدق بماله، لا يقصد بذلك وجه الله، وإنما حتى يقول الناس ما شاء الله فلان حاتم طي زمانه، فهو يحب إيش؟ الظهور. وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهور. فبارك الله فيك. إذن العلم متيسر، لكن على المسلم أن يسلك سبيله كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه أو به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، لكن بشرط أن يكون مخلصا لله عز وجل أولا في طلبه للعلم، وأن يكون ثانيا عاملا بعلمه. ولذلك قيل بناء على الحديث السابق: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لأن الرسول قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. تفضل. نعم. في بعض المرات عندنا يعطونا بنطلونات نوزعها على الناس المحتاجين، بنطلونات، ايش حكم هذا؟ ناخذها نوزعها ولا قل لهم فصلون قلابيات؟ فصل جاهز. انا فعلا عارف، بس يعني هي من باب ما نوزعها، يعني من باب الانكار. لا نبيعها انت وجه. لا، شو الفائده؟ هل اللي بتبيعه اخي تستعمله، الطعام اللي بتاكله بتوزعه، الطعام اللي ما بتاكله لا توزعه، اللباس اللي بتلبسه وزعه، اللباس اللي ما بتلبسه لا توزعه. لانه الله يقول في القران الكريم كما هو معلوم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انت مثلا ما بتتبنطل، ليش تبنطل غيرك؟ لذلك المرء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فأنت هذا لا تراه خيرا بل تراه شرا، لماذا تقدمه إلى الناس؟ فهذا الذي يتطوع ويقدم إليك بناطيل مشان توزع على الناس، بناطيل وقمصان قميص، أم نتكلم الآن عن بناطيل، هل اللي بيقدم هذه الأشياء أعمل له موعظة؟ أعمل له موعظة أنه يا أخي أنت بدل ما تضيع مصاريك في شيء لا يحبه الله. هو تاجر شيخنا، هو تاجر عنده ملابس. يا أخي لأنه تاجر أعمل لك، أعمل له نصيحة. لأنه تاجر أعمل له نصيحة. لا يتاجر في الأصل بهيك يعني ألبسة، لأنها ألبسة غير إسلامية. وثانيا إذا بده يعمل خير يفصل أشياء الجائزة إسلاميا.
إذا شيخنا يسكر ويروح مع الناس كيف؟ يسكر محله ويروح. الله يهديك. الله يهديك. آمين يا رب العالمين. هاي الرجل. أنا كنت أبيع. هاي الرجل. إنه لبس البنطلون لا يجوز. أي نعم. طيب بس لو سمعت شوي خلي أخونا ينتهي مما عنده. شو قلت أنت؟ شيخنا أنا كنت أبيع البنطال والقميص والتنورة والفسطون الفساتين النسائية. ومن فضل الله لما سألت شيخنا عن هذا الحكم فقال هذا لا يجوز. فبدأت حتى انتهيت منهم في أسرع وقت. ومن فضل الآن ببيع عن الجلباب والعباءات. والدشاديش الرجالية يعني بس ما أبي غير هذا والعسل نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا الزلقائي أستاذ مقابل حلويات القاضي عشان الألوان هذا الرجل هو أحد التجار في عمان هو رجل حاب يعني أنه يلتقي فيك يعني أنت تزوره على بيته مرة يقول لي أنه يلا أوام أسري بالخير بدل ما تقدم أنت النصيحة أنا بقدمها بكسب أجره إذا نحدد معه إن شاء الله ونجيبك يلا عليها أنت بتعرف نحن ما بنلقى مزح بهي قضايا نعم فهمنا ان البنطلون الان انه مكروه او حرام ايه بس قبل ما تبني عليها علالية وقصورة بدي تقتنع انت بانه هذا لا يجوز فعلا فهل عرفت لماذا لا يجوز لا لسه السؤال في بداية نعم لسه سؤالي في بدايته اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي لسه سؤالي في بدايته الآن الحياة العملية عنده هذا مو سؤال هذا أنت بدك تورد إشكال على الحكم الشرعي فقبل ما تورد الإشكال على الحكم الشرعي شوف أنت مقتنع فيه ولا لا بدي أسأل عن الدليل الشرعي أنا أعمل لك أسأل أنا أنت بدك تقول الواقع كذا شو بدنا بالواقع الواقع الموجود اليوم في بلاد المسلمين يمثل الإسلام لا يمثل فإذا تركنا لعن الواقع وظيفة المسلمين الحريصين على التمسك بالكتاب والسنة يعالجوا الواقع على الأقل هل حواليهم على الأقل فأنت بارك الله فيك وكل الحاضرين الآن يجب أن يعلموا لماذا البنطلون لا يجوز لباسه والجواب لسببين اثنين السبب الأول أنه ليس من لباس المسلمين البنطال هذا دخل إلينا يوم دخل المتبنطلين وهم الكفار والمشركين وإلى آخره واحتلوا بلاد الإسلام سواء هنا في الأردن أو في سوريا أو في الهند وباكستان وإلى آخره وبثوا في هذه بلاد تقاليدهم وعاداتهم ما تأخذني الآن كنت لا تجد في قديم الزمان في بلاد الإسلام مسلمين حريقين كنت لا تجد هذا شو السبب لأن عادات الإسلامية اللي كانت منتشرة لكن الأوروبيين استعمرونا فعلا استعمرونا قبل كل شيء عسكريا فاحتلوا بلادنا بالقوة بعدين استعمرونا اجتماعيا استعمرونا ثقافيا إلى آخره